عبد الله فهد الحسين، رئيس وكالة الأنباء السعودية، رئيس الاتحاد الدولي لوكالة أنباء العالمية. سعيد بحضوري احتفال وكالة إيجر بس الرومانية بمناسبة مرور 125 عاما على إنشاء أول وكالة أنباء. سعدنا بزيارتنا، نشكر الكسندر الزميل والصديق الكسندر مدير الوكالة على حسن الضيافة وكرم الاستقبال، ونتمنى المزيد من النجاح والتقدم، ونحن سعداء لعمل اتفاقيات بين وكالتينا. شكرا لكم على هذه الدعوة.